اخر الاخبار ديالي، ومن بعد ما ساليت انتهى المسار ديالي الكروي كنت خديت واحد شويه ديال الوقت باش ارتاح ونفكر شنو نقدر ندير من بعد من ساليت لا كارير ديالي. اول شيء فكرت فيه هو نتوجه للتكوين، نكون نفسي. مريت مراحل التكوين على مستوى التدريب، ومؤخرا كنا دزنا واحد مرحله تكوينيه في التدبير والتسيير الرياضي. صراحة الجامعة الملكية المغربية على رأسها سي القجاع ما باخلينش علينا، حنا اللاعبين لي زونسيان جوار موفرين لنا هاد الظروف. اللي بغى يزيد القدام، اللي بغى يبقى عايش في المجال ديال كرة القدم، خصو يكون نفسه، والباب مفتوح لأي واحد. والحمد لله فأنا كيف قلت في الأول، المهم عندي هو نكون نفسي عباش نشوف شنو نقدر ندير من بعد إن شاء الله.